الخطاب المزدوج الخطير الذي يتطلب لا من منظمات الهجرة فقط بل من كل الفاعلين في البلاد وخارج البلاد لكي يوحدوا صفوفهم ولكي يتصدوا لكل المناورات وبالخصوص من هذا الخطاب المزدوج. أنا عندما استمعت ككل تونسي كاتب الدولة بالأمس يتحدث عن ما تقدمه هذه السلطة التنفيذية من إعانات للهجرة فأني قلت انتهى، معناها المهاجر التونسي أصبح يعيش في جنة، ما عادش فما كلام الموضوع وبعطي عيش كما قال زميلي تو من هنا. وعندما سمعت الآن من الإخوة الذين لا يتحدثون لأغراض سياسية حزبية مرتبطة بالاستحقاقات وخاصة منها الانتخابية، عندما أستمع إليهم فإني أقول إنه علينا مرة أخرى وأؤكد وألح علينا أن نوحد صفوفنا وعلينا كذلك أيضا أن نتجند وأن نساند الإخوة الإعلاميين لكي يلعبوا دورهم في هذا الاتجاه ولكي يوضحوا الحقائق كما هي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أعتقد أن جميع المنظمات وخاصة المنظمات القديمة في الهجرة تعرف العلاقة المتينة التي تربطهم بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأسمح لنفسي لأني نقابي قديم بالاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل عندما ضرب وعندما رجع في كل مرة يرجع، فبالنسبة إلى علاقته بالنقابات سواء كانت فرنسية أو أوروبية بصفة عامة كان يعتمد على منظمات الهجرة، ومنظمات المنظمات التونسية في الهجرة هي التي مثلت العلاقة وهي التي كشفت حقائق ما حدث قبل وساعدت على أن يتواصل العمل النقابي. كذلك بالنسبة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فهي والمنظمات الهجرة يعيشان في اندماج كامل نسموز مع بعضهم البعض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه الرابطة عندما يكون من واجبها أن تتدخل سواء كان في تونس أو خارج تونس فهذا بالنسبة إليها عمل تلقائي وتقوم به دون تفكير ودون حسابات إلى آخره. كذلك بالنسبة إلى المنظمات في الهجرة، من ساعد الرابطة لكي تبقى صامدة في وجه بن علي؟ من ساعد الرابطة لكي تبقى في مقرها دون أن تخلي المكان؟ فكل هذا قامت به منظمات الهجرة. الأمثلة هذه أسوقها من التاريخ التي أتمنى أن لا ترجع مثل هذه الأحداث، أسوقها لكي يتضح للجميع وخاصة للذين يحاولون الآن تغريق المنظمات الهجرة، تغريقها بمنظمات جديدة. ما نعيشه نحن الآن هنا التمشي هو واحد، فآخر ما لعل العديد منكم سمع به هو أن رابطة جديدة بعثت للوجود، والأغرب من ذلك تبعث للوجود بتزكية مباشرة من الوزير الذي لا أشرف وإنما نصب لكي يشرف على حق من حقوق ومجال من مجالات المنظمات مكونات المجتمع المدني ألا هي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، هو الذي يزكي بحضوره. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا الآن نعيش عملية خطيرة وخطيرة جدا، وهي أن يعوض المجتمع المدني سواء كان في الهجرة أو في تونس يعوض بمجتمع مدني آخر. معناها نعيش مثل ما كان موجود وقت بن علي، 10,000
منظمة والعشر آلاف مكون من مكونات المجتمع إلى آخره المدني. فهذا من ناحية ثانية ما يعيشه التونسي في الهجرة الآن نحن متحسسون كل التحسس، وكذلك نحن مساندون لكل منظمات الهجرة، سواء كان الحاضرة هنا والغير حاضرة، والتي هي في الاتجاه الديمقراطي وفي الاتجاه السياسي الذي ترنو إليه المنظمات المنظمة لهذه السلطة. مساندون، لماذا أقول مساندون؟ نظرا إلى أنه الأولوية لهم هم الذين يعيشون هذه الأمور. معناها الرابطة لا تقوم فقط بالمساندة، بل كذلك بالدعم المتواصل وبالحضور، سواء كان بالنسبة لضحايا الهجرة، الشبان اليائسين الذين لم يجدوا عمل في تونس، والذين منهم الضحايا المفقودين، ومنهم المسجونين، ومن إلى آخره. الرابطة وصلت ذلك عن طريق المسؤولين في صلب الرابطة، وعبد الرحمن هنا مباشرة في باسم الرابطة، وكذلك فهم مساندون المهاجرين في مطالبهم اليومية ضد كل ما هو ميز عنصري، ضد كل ما هو حيف. المهاجر يدفع الضرائب في فرنسا ولا يصوت ولا يختار المسؤولين عنه، وهذه من ترهات النظام الفرنسي. كذلك نساند مطلبهم ونعمل معهم لكي يتحقق، والمتمثل في أن يتمتع المهاجر بكل التسهيلات لكي يتمكن، التسهيلات بالفعل ليس بالكلام. وأقول هذا نظرا لأنه بالأمس هذا الوزير، ليس وزير، هو كاتب الدولة، عندما تحدث فإنه أشار إلى عديد التسهيلات، وهي في الحقيقة تكاد تكون صعوبات معناها أخرى تسلط على المهاجرين. كذلك نساند المنظمات لكي يبلغوا صوتهم أحسن تبليغ في تونس، سواء كان في هذا المجلس الذي سيتكون، أو كذلك في المجلس النواب الذي سيحدث. لابد أن يمكنوا من تبليغ أصواتهم بكل وضوح وبكل حقية في هذا الاتجاه. هنا إذن الحديث في هذا الموضوع طويل وطويل جدا، ولكي لا احتكر الكلمة في هذا الاتجاه فإني أمكن الإخوة وأقول لهم نشدوا على أيديكم ونواصل معكم في نفس الصف لتحقيق ما يجعل منكم بالفعل التونسيين المتمتعين بهذه الثورة، التونسيين الذين نبعوا من ثورتنا، والتونسيين الذين لن